بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من داخل الصالة المغطاة، صالة الأمير عبدالله الفيصل، لنتابع بعد مباراة دور الـ16 في الكرة الطائرة، البطولة الأفريقية للأندية الأبطال بين فريقي الأهلي وسبوار الكونغولي. وحالا هنشوف المذيع الداخلي مع محدثكم دكتور مروان صالح. نبدأ هذا اللقاء وعلى بركة الله نبتدئ هذا اللقاء الجميل في دور الـ16. دائما الأهلي ملك البطولات. الأهلي هيبقى على إيدك اليسار بزيه الأحمر، وعلى إيدك اليمين فريق سبوار الكونغولي من الكونغو، وده دور الـ16. وادي الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، فرناندو بنتيز وجهاز المعاون محمد السيد ومحمد حسيني ومدير الفريق وجميع الجهاز الفني موجود مع اللاعبين، ومنتظرين الحكم الأول اللي هو الحكم من زامبيا، مشاشة زامبيا، هيطلع على اهو. ادي بروتوكول التقديم بتاع او بروتوكول المباراة، الحكم بالنادي على اسم الحكم الأول، الحكم الثاني كريمو من كوت ديفوار، الحكم الثالث او مسجل المباراة انجي سمير. بيراقب هذا اللقاء فؤاد عبد السلام او الدكتور فؤاد عبد السلام المدير التنفيذي للاتحاد الافريقي كلجنة احتكام، ومعاه جواد برادة من رئيس لجنة الحكام الأفريقية، وأيمن الذهبي رئيس لجنة حكام مصر. مع حضراتكم ومع لقاء النادي الأهلي وسبوار الكونغولي، وهنشوف آدي بنادي على أسماء الحكام، وقلنا الحكام بنادي على أسماء فريق السبوار الكونغولي. هنقول لحضراتكم رقم 5 دانيال، رقم 5 دانيال، رقم 7 ستيف، ادي الاسماء، وسولافا رقم 8، ريجور رقم 9، ريدور، ورقم ليبرو الفريق اللي هو ريدور رقم 9 امام حضراتكم اهو، حتى اللبس مختلف بتاعه. ادي النادي الاهلي بقى نادي البطولات والانجازات والانتصارات. حسام يوسف معد الفريق، 14 سيف حسن عابد، 7 محمد رمضان ليبر الفريق، محمد محسن رقم 16، احمد عزب الشرباجي رقم 22، محمد عصران رقم 9، وهذا هو عبد الحليم عبو سنتر بلوك او رقم بيلعب في مركز ثلاثات. ادي فريق النادي الاهلي، وعلى بركه الله نبدا هذا اللقاء، وامام حضراتكم فريق سبوار الكونغولي. كتيمبا رقم 14، ديدير رقم 10، وقلنا ري دور اللي هو ليبرو الفريق رقم 9. دول اللي موجودين، والجهاز الفني للفريق المدير الفني ميكودا، ده مدير الفني او المدير الفني لفريق سبوار الكونغولي. والارسال امام حضراتكم هيبقى مع فريق سبوار الكونغولي، على ايدك اليمين رقم 4 نكافة، رقم 4 هيلعب الارسال، منتظر اشارة الحكم الاول مشاشة من زامبيا، الحكم الاول في هذا اللقاء مع حضراتكم، رقم 4 الارسال. والارسال قوي، وضربة ساحقة قدم من محمد عبد المنعم، من محمد عبد المحسن من مركز ثلاثة، وبيجيب النقطة الأولى للنادي الأهلي. على ايدك اليمين النادي الأهلي بزيه الأحمر، ومعدي حسام يوسف على الارسال، وادي النقطة الأولى للنادي الأهلي، وادي الاستقبال طبعا، 6 تايجر اهو موجود قدامنا امام حضراتكم. وارسال قوي من النادي الأهلي مرة ثانية، وادي محاولة من فريق سبوار الكونغولي وتطلع خارج الملعب، ونقطة للنادي الأهلي، النقطة الأولى للنادي الأهلي في الشوط الأول، مباراة دور الـ16. هنقول لحضراتكم مين اللي صعد إلى دور الـ16 والفرق اللي صعدت، والأهلي ومشوار النادي الأهلي وبطولاته
في لحظات التوقف الشوط الأول وتقدم النادي الأهلي 2-0 سبوار الكولغولي. وهذه إرسال من حسام يوسف معد الفريق، إعداد استقبال مرة تانية ومحاولة، وأعتقد المفروض في خطأ أصلا من الأول على اللاعب اللي في مركز أربعة من فريق الكونغو 6 تايجر، ولكن طبعا هو مشاها الحكم وجبرده خطأ. ما هي بص طلع وطلع ونزل وعدى الملعب، يعني عدى الملعب برجليه ولمس الشبكة كمان. ادي النقطة الثالثة للنادي الأهلي، حسام يوسف على الإرسال، حسام إرسال من أعلى استقبال نادي إسبوار الكونغولي مرة تانية، ضرب ساحق وحائط صد قوي، وإعداد حسام يوسف خلفي سيف عابد بتيجي في البلوك وخارج الملعب. والنقطة الرابعة، أربعة الأهلي لا شيء إسبوار الكونغولي، وما زال حسام يوسف على الإرسال أهو بيعد خلفي وبإتقان وجاية بالمقاس زي ما الكتاب بيقول. والنقطة الرابعة، أربعة الأهلي لا شيء إسبوار الكونغولي، إرسال من أعلى مع الوزن، استقبال إعداد من إسبوار ومحاولة مرة تانية ودفاع عن الملعب من الليبرو الفريق من النادي الأهلي اللي هو رقم المحترف الكوبي يوندر رقم 11. وهذه النقطة الخامسة ويتقدم النادي الأهلي، الأهلي 5 لا شيء إسبوار الكونغولي، وما زال حسام يوسف على الإرسال معد الفريق، حسام على الإرسال. بقول لحضراتكم مشوار النادي الأهلي في هذه البطولة، حصل على كم بطولة، وهذه الإرسال مع حسام، إرسال من أعلى مع الوزن، استقبال إعداد ومحاولة مرة تانية وحائط صد، ولكن أول نقطة لإسبوار الكونغولي ياخد النقطة الأولى. هذا المدير الفني مكديدة محاولة منه عايز، وفعلا جاب النقطة الأولى لإسبوار الكونغولي من مركز 2. دفاع عن الملعب، استقبال مرة تانية بحائط صد، يا نخلي بالنا يا جماعة من التغطية على حائط الصد والتغطية على الضارب. هذا المدير الفني هو بيكلم لعيبته، وادي حسام يوسف طالع ومحمد عبد المحسن بيشوط، ولكن حائط الصد الكونغولي بيرجع الكرة إلى ملعب النادي الأهلي، والنقطة الثانية لإسبوار الكونغولي. حسام بيعد ليه سيف عابد وبتضرب ضربه، بيضرب ضربه صحيحه سيف، وبتيجي في لاعب من إسبوار الكونغولي وتنزل ارض الملعب وتبقى نقطه للنادي الاهلي. النقطه اهي امام حضراتكم، اهي نزلت ارض الملعب 6 الاهلي 2 إسبوار الكونغولي. عبد الرحمن الحسيني رقم 8 على الارسال، عبد الرحمن من عائله رياضيه، كرة طايرة وضربة ساحقة من محمد عبد المحسن بيلعبها كده لا تصد ولا ترد، وبيجيب منها النقطة السبعة. عفوا، 7 على الأهلي. اهي شفناها في الإعادة مرة تانية، كرة يعني جميلة جدا ما ياخدش منها باله منها إلا الخبرة واللماح، خارج الملعب. لأ، حسبها نقطة لنادي إسبوار الكونغولي. والنقطة الثالثة، 3 الإسبوار 7 لفريق النادي الأهلي. وعلى الإرسال رقم 5 دانيال، هيلعب إرسال من أعلى، إرسال خارج الملعب، خارج الملعب. والنقطة الثامنة للنادي الأهلي، 8 الأهلي 3 الإسبوار الكونغولي. النقطة الثامنة، وادي الارسال مع محمد عبد المحسن رقم 16 على الارسال، بيلعب ارسال قوي، استقبال اعداد وضرب ساحق من او حائط صد من سيف عابد، بيعدي الكره مره تانية عبد حسام يوسف بيلعب كره كده جميله بالمقاس وواخد الاتقاء الصحيح، وعبد الرحمن الحسيني بيشوط من مركز 4 وبيجيب النقطه التاسعه وقت مستقطع. طلبه مكيدة المدير الفني لفريق إسبوار الكونغولي، وهي في الإعادة اهي بنشوف لحضراتكم. انتهى الوقت المستقطع اللي طلبه مكيدة المدير الفني لفريق إسبوار الكونغولي، والإرسال مع محمد عبد المحسن ما زال مستمرا، والنتيجة 9 الأهلي 3 إسبوار الكونغولي.
ترسل من اعلى استقبال اعداد ومره ثانيه اعداد ومحاوله وحائط صد ناجح من النادي الاهلي من الشرباجي احمد عزب الشرباجي وعبد الحليم عيب ومحاوله ونقطه العشرة للنادي الاهلي. الاهلي يتقدم 10-10 الاهلي 3 سبوار الكونغولي. محمد عبد المحسن على الارسال مره ثانيه تلاكيت ثاني مره وثالث مره ومحاوله كده دبل الكره دبل اللاعب لعبها مرتين وادي ارسال محمد عبد المحسن اعداد مره ثانيه وضربه ساحقه من رقم 14 اللي هو كاتيمبا وبيجيب محاول يجيب نقطه ولكن خارج الملعب والنقطه 11 للنادي الاهلي. اهي طالع رقم 14 اهو بيضرب من مركز 4 وضرب ولكن جت خارج الملعب. الارسال مع عبد المحسن محمد عبد المحسن ارسال من اعلى استقبال اعداد مره ثانيه ومحاوله ودفاع عن الملعب من النادي الاهلي ولحقها حسام يوسف ورجع بيها ولكن الكره خارج الملعب حسبها خارج الملعب الحكم الدولي من زامبيا مشاشه هو بيكلمه حسام يوسف بيقول له اسال الحكم الثاني انا جبت الكره صح ورجعت بالكره صح وفعلا اهي في الاعاده اهي ادي اهي طلعت من محمد عبد المحسن جري حسام يوسف ولحق الكوره والكوره عدت في مجال العبور ولعبها عبد الرحمن الحسيني وعدت هناك الملعب اللي هناك واستمر اللعب ولكن الحكم صفر ان هي خطا ونقطه للنادي اسبوار الكونغولي وفي تغييره كده اتحسبت للنادي الاهلي يبقى النادي الاهلي 11 الاهلي 11 اسبوار الكونغولي 3 والارسال مع النادي الاهلي محمد عبد المحسن في اعتراض من رقم 4 اللي هو كابتن الفريق نكافة على القرار بتغيير النقطة من النادي سبار إلى النادي الأهلي. الإرسال محمد عبد المحسن يلعب إرسال من أعلى استقبال إعداد مرة تانية وضربة ساحقة ولكن نقطة 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 لنادي سبار الكونغولي 4 الكونغولي سبار اهي طالع لاعب والنادي الاهلي 11 ارسال من اعلى رقم 6 تايجر بيلعب ارسال من اعلى استقبال حسام يوسف ضربه ساحقه من احمد عزه من مركز 4 وبيجيب منها النقطه 12 الاهلي 4 سكوار الكونغولي واضح طبعا ارتفاع المستوى الفني والمهاري للاعبي النادي الاهلي بالمقياس ب لعبة الفرق الأفريقية الموجودة في هذه البطولة وهنقول لحضراتكم أسماء الفرق الموجودة في هذه البطولة طبعا المجموعات عندك المجموعة الأولى أهي بنقول لحضراتكم بتضم النادي الأهلي وكانت بتضم الأهلي والأسمنت الأثيوبي والعدالة الكيني وجرين تيم الكونغولي المجموعة الثانية كده الأهلي 12-5 الإرسال مع سكوار الكونغولي خارج الملعب جت طبعا في الأنتنة تبقى خارج الملعب ونقطة للنادي الأهلي نقطة 13 الأهلي 13-5 سبوار الكونغولي المجموعة الثانية مولديت بوسالم التونسي وإنجز الأفواري وديتشا الأثيوبي والنصر الليبي ووداد تلمسان الجزائري على الإرسال أحمد عزب الشرباجي رقم 22 المجموعة الثالثة دوالا الكاميروني وبلايدا الجزائري سبوري كيني سبوار الكونغولي أهو اللي بيلعب مع النادي الأهلي وجاسكارا الرواندي المجموعة الرابعة المواني الكيني جرين بابلوس الزامبي والجامعة الزمبابوي والشرطة الرواندي وجي آر وفي جي آر الكونغو وادي الكرة في ملعب نادي سبوار الكونغولي ومحاولة من النادي الأهلي ضربة ساحقة من الحسيني إعداد مرة تانية عفوا ونقطة من النادي الأهلي النقطة 14 الأهلي 14-5 اهو ويندر رقم 11 المحترف الكوبي وضربه سريعه كره سريعه من عبد الحليم عبو واعداد من حسام يوسف كما الكتاب بيقول والنقطه 14 الاهلي 5 لنادي سبوار الكونغولي عزب احمد عزب على الارسال كلاكيت تاني مره رقم 22 بيلعب ارسال قوي وبيجي في لاعب وبيحاول
يرجع كرة وفعلا عدى الكرة ملعب النادي الاهلي. حسام يوسف بيعيد ضربة خلفية لقادمون من الخلف من سيف عابد وبيجيب منها النقطة 15. 15 الاهلي 5. طبعا القادمون من الخلف اللي هم مركز 1 و6 و5 لهم مواصفات في الشوط يا جماعة. لازم يشوط اولا لازم تكون الكرة اقل من الحافة العليا للشبكة ويشوط جامد وما يتعداش طبعا المنطقة الحرة الأمامية. ممكن يشوط وهو خارج المنطقة الأمامية وينزل فيها ما فيش مشاكل. ولكن النقطة 15 للنادي الأهلي جت من القادمون من الخلف. شيف عابد النقطة 15. وانتهى الوقت المستقطع اللي طلبه طبعا المدير الفني مكيدة من اهو الحكم الثاني بيشاور له بيقول له انت خدت الوقتين المستقطع اللي انت عايزه. ما عايز يعمل تغيير اهو اثنين هيغير اثنين. رقم 10 ديدر نازل. شوف التغيير كده اللي عايز يعمله. طبعا هو لغاه اكيد التغيير لما لحقش يعمله طلبه متاخر. دي كده ده معد كده اللي بيلعب الكره دي معد رقم 4 اللي هو نكافة بيجيب الكره بيجيب نقطه اهو. التغيير اهو اللي بقول لحضراتكم عليه كان متاخر لما خد الوقت المستقطع وبعدين جه يطلب تاني بعد ما نزلوا الملعب فاتاخر فالحكم لغاله طلب التغيير. ادي التغيير اهو نزل رقم بقول لحضراتكم رقم 10 ديدر تغيير لفريق اسبار الكونغولي والارسال مع اسبار الكونغولي. ورقم 8 سلافا على الارسال كوره جمال حاله اهو. ارسال من اعلى سلافا مع الوزن الاهلي استقبال وضربه ساحقه من احمد عزب الشرباجي والنقطه 16. يا ولد يا احمد بيلعب كوره قويه ومحاوله منه اهو اهو وضربه ساحقه يشاور عليها مراقب الخط داخل الملعب او ان عبد الحليم عبو رقم 3 لاعب مخضرم وحريف وخبره من لعيب النادي الاهلي له عصامات بيلعب في مركز 3 وملعب منتخب مصر. وادي محاوله مره ثانيه من احمد عزب الشرباجي خلفي زي ما احنا قلنا حائط صد زوجي من اثنين من اطول اثنين في الملعب اللي هو محمد عبد المحسن رقم 16 لعيب مركز ثلاثات وحسام يوسف معد الفريق رقم 12 بيطلعوا الاثنين مع بعض اهو طالعين ويرجعوا الكره الى ملعب اسبوار الكونغولي والنقطه 17. 17 6 فارق طبعا 11 نقطه يعني. وادي حائط صد ثاني اللاكيت تاني مره نفس حائط الصد ونفس اللاعب ونفس المكان ما بين مركز 2 ومركز 3. هقول لحضراتكم اهو طالعين الاثنين هم مع بعض والنقطه اهي مركز 3 وبيجيب النقطه 18. 18 الاهلي 6 اسبوار الكونغولي اللي لسه جاي امام شاشه النادي الاهلي وبنقول له ان هذا هو اللقاء الاول في دور ال 16 للنادي الاهلي. 18 7 والاهلي متقدم 18 في الكره الطايره للرجال البطوله الافريقيه المقامه بصاله الامير عبد الله الفيصل وصاله الشهداء بفرع النادي الاهلي بالجزيره. وطبعا النقطه 19 اهو ضرب ساحق من مركز 3 السريع. ملاحظ ان فرناندو هذا اللقاء تم توظيف بعض اللاعبين على اللعب السريع اهو اهو حسام يوسف وطالع محمد عبد المحسن في مركز 3 وبيضرب سريع والنقطه 19. حسام يوسف على الارسال بيلعب ارسال قوي استقبال محاوله وحائط صد تيجي تاتش بلوك في محمد عبد المحسن كده وتخرج خارج الملعب وتبقى نقطه الثامنه لسبوار الكونغولي والارسال مع نادي سبوار الكونغولي اهو في الاعاده زي ما احنا شايفين اهو جت في ايد محمد عبد المحسن وجت تاتش بلوك. الارسال مع سبوار الكونغولي الاعداد حسام يوسف برضو الضرب من الخلف ولكن جت المره دي خطا على لاعب احمد عزب ونقطه لنادي سبور النقطه التاسعه يبقى فرق 10 نقاط 9 19. استقبال من احمد عزب اعداد حسام محمد عبد الرحمن الحسيني كده بيضرب من مركز 2 وبيجيب النقطه 20. يا ولد يا حسين واضح طبعا نقول لحضراتكم اهو المعد حسام يوسف لاعب منتخب مصر طبعا ولاحظ اعداده المتوزع والمتنسق
والتنسيق امامي وخلفي لكل اللعيبه على المراكز 3 و2 و1 عشان يجيبوا نقاط مباشره دائما وابدا. الاهلي وادي نقطه للنادي الاهلي، النقطه 21 هم بيحتفلوا بالنقطه 21 هم حمام حضراتكم. طبعا هو فريق سبوار الكونغولي اعتقد يعني مش يعني هو طبعا صعد من المجموعه الرابعه، طبعا هو صعد من كل مجموعه 4 فرق، كان المجموعه الوحيده اللي كان المجموعتين كان في مجموعتين 5 فرق وفي مجموعتين 4 فرق، يعني مجموعه الاهلي كان 5 فرق. الاهلي فاز على اسمنته على عداله وعلى الفتح المغربي 3-0، وادي النقطه لصالح نادي سبوار الكونغولي، النقطه 10 اهي طالع وضارب ده برضه من خلف اهو، بس جت في ايد ويندر واللي هو الليبرو النادي الاهلي وتيجي ما لحقهاش لاعب النادي الاهلي تبقى خارج الملعب. المجموعه الثانيه برضه كان مولوديه ابو سالم وانجز الاثنين وديتشا الاثيوبي 3 والنصر الليبي 4 وديت اهو دي مجموعه 5 فرق، دول صعد منهم 4 فرق واللي حضراتكم مين اللي صعد والماتشات اللي اتلعبت. ادي ضربه ساحقه من النادي الاهلي ونقطه 22 او 22 النادي الاهلي. محمد عبد المحسن على الارسال 22-10 خلاص النادي الاهلي قرب ان هو يفوز بالشوط الاول. لا برضه يا حليم عيب بجد نفس الخطا، يعني مش عايزين نقول خطا، هو طالع وعامل الخطوات وعامل التقفيله وعامل الزاويه بتاعه حائط الصد ولكن جت في ايده ضارب، هو اللاعب اللي ضرب بزاويه كده وخلت الكوره تخرج بره الملعب وتيجي في لاعب من الاهلي وتحسب نقطه للنادي سبورت. وادي محاوله، وادي نقطه من عبد الحليم عبو بيعوضها في ثواني عبو. 23 الاهلي 11 سبوار الكونغولي اهو. ادي محاوله مره ثانيه وادي اهي امام حضراتكم سيف عابد على الارسال. سيف بيلعب بمركز الاثنينات، لاعب متميز جاي من نادي الزمالك. ارسال ومحاوله مره ثانيه وادي حائط صد ودفاع الملعب امين الحسيني. احمد عزب بيشوط يا خارج الملعب، يعني هو طبعا بيعتذر لزمايله بيقول لهم معلش هي خرجت بس غصب عني اهو. ويندر عداها لاحمد عزب وشاط فين جت يعني يا دوبك سنتيمترات خارج الملعب. 12 سبوار الكونغولي 23 النادي الاهلي. مرة تانية سيف عابد بيلعبها كده بالبوكس غصب عنه وجاب منها نقطة 24، يعني هو لعبها كده وجاب بيها النقطة، يعني نقطة 24 الأهلي سبوار الكونغولي 12. مباراة أعتقد هتكون سهلة للنادي الأهلي في دور 16، نقول الأهلي في دور الثمانية إن شاء الله بإذن الله أهو. الإرسال مع النادي الأهلي 24 الأهلي 12 سبوار الكونغولي. احمد عزب على الارسال، ارسال من اعلى مع الوزن، استقبال ومحاوله وضربه ساحقه من حسيني يا ولد وبيجيب النقطه 25-12 لصالح النادي الاهلي في الشوط الاول في الكره الطايره للبطوله الافريقيه المقامه بصاله عبد الله الفيصل بفرع الجزيره بالنادي الاهلي. ومبروك لان الشوط الاول طبعا هيكون دفعه معنويه للنادي الاهلي وراح ما بين الشوطين الاول والثاني. ونعود لحضراتكم مره ثانيه الى الشوط الثاني ان شاء الله. تاني مع مباراة الكرة الطائرة بين فريقي النادي الأهلي ونادي سبوار الكونغولي في دور الـ16 بطولة الأفريقية لأبطال أبطال الكرة الطائرة دوري الرجال البطولة الأفريقية المقامة بالنادي الأهلي. 18 فريق كانوا بيشاركوا في البطولة،
صعد 16 فريق للدور ال 16. الاهلي طبعا هذا هو دور ال 16 للنادي الاهلي. ونقول له لحضراتكم ان النادي الاهلي هيبقى على ايدك اليمين في الشوط الثاني وعلى ايدك اليسار فريق سبوار الكونغولي. الاهلي صعد بعد الفوز على اربع فرق في الدور التمهيدي، وهو لحضراتكم فاز على العداله الكيني 3-0، فاز على الاسمنت الاثيوبي 3-0، فاز على الفتح المغربي 3-0، فاز على جرين تيم الكونغولي 3-0. ده مشوار الدور التمهيدي او الدور الاول لبطوله لمجموعه النادي الاهلي، وفاز على فرق المجموعه الاربعه بنتيجه واحده وهي 3 أشواط مقابل لا شيء. تشكيل النادي الاهلي اعتقد هيبقى نفس التشكيل بتاع الشوط الاول، هيبقى حسام يوسف في مركز الاعداد، واحمد عزب الشرباجي مركز 2، حسن عابد مركز 2، عبد الرحمن الحسيني مركز بيلعب مركز 4 رقم 8. ادي تعليماته فرناندو بنتيز اللي هو المدير الفني الاسباني. اعتقد ان هيكون عبد الحليم عبو ثلاثات هو، وبعدين معاه حسام يوسف معيد الفريق، ومعاه محمد عبد المحسن في مركز الثلاثات. اعتقد نفس التشكيل بتاع الشوط الاول، على ايدك اليمين فريق النادي الاهلي، وادي المدير الفني الاسباني فرناندو بنتيز، راجل مخضرم، راجل يعني فاهم كره طايره، بيذاكر كره طايره كويس، بيحاول ياخد كل اخطاء الفرق اللي بتقابله وبيحاول يصلح الاخطاء طبعا للاعيبه. وادي على ايدك اليسار عفوا على ايدك اليسار فريق سبار الكونغولي، الحكم الثاني من كوت ديفوار كريمو بيحاول يراجع مراكز اللاعبين امام حضراتكم. وادي حسام يوسف على الارسال، حسام يوسف رقم 12 معد الفريق الاساسي للنادي الاهلي. معاه طبعا الكابتن عبد الله عبد السلام بره قاعد في الاحتياط طبعا كالمدير الفني، مريحه اكيد للماتشات القادمه والادوار القادمه. حسام يوسف على الارسال رقم 12، هيلعب ارسال من اعلى، استقبال حول من فريق سبوار الكونغولي، وضربة ساحقة من رقم 6 من سبوار تايجر، وبيحاول يجيب النقطة الأولى لفريقه ولكن خارج الملعب، والأهلي متقدم 1 سبوار لا شيء. وأمام حضراتكم طبعا دور ال 16، الأهلي بطولات ومجازات ويعني بنقول السلة واليد وعلى جميع الألعاب، ودايما فريق النادي الأهلي أو فرق النادي الأهلي الصلاة لها جولات وصولات وفي وانتصارات في كل مكان. ادي دي الكره دي على النادي الاهلي جت في الشبكه، والمحاوله مره ثانيه حسام يوسف ضربه ساحقه واثنين لا شيء لسبوار ولا لا شيء الاهلي، محاوله من النادي الاهلي. ادي احمد عزب شاط الكره وجاب النقطه الاولى من النادي الاهلي، 1 الاهلي 2 سبوار الكونغولي. اهو بص حسام يوسف رافع ولاعب القادمون من الخلف زي ما انا قلت لحضراتكم، لاعبي المنطقه الخلفيه اللي هو 5 و1 و6 دول قلنا لهم شروط وقلنا لهم لعب وطريقه لعب واتكلمنا فيها. استقبال محاوله من النادي الاهلي وبيلعب الكره، سيف عابد بيعديها بصوابع لانه ما قدرش يلعبها ضربه ساحقه، ومحاوله مره ثانيه الكره خارج الملعب، والنقطه الثانيه للنادي الاهلي. الاهلي 2 سبوار الكونغولي 2. بعض اعتراضات من رقم 10 من فريق سبوار الكونغولي ديدر. الارسال مع عبد الرحمن الحسيني، عبد الرحمن هيلعب ارسال من اعلى، استقبال سبوار اعداد مره ثانيه، وادي ضربه ساحقه وبتيجي في الشبكه من رقم 10 ديدر، وتبقى نقطه للنادي الاهلي. 3 الاهلي 2 سبوار الكونغولي. طبعا سامعين كلنا صفارات وتشجيع جماهير النادي الاهلي في المدرجات. ارسال ضايع من عبد الرحمن الحسيني، معلش تتعوض. التعادل 3-3 على الارسال ديدر رقم 10، هيلعب ارسال من اعلى اهو، ارسال من اعلى رقم 1 هشاشه مش رقم 10 عشان هم حاطين بلاستر، معلش فانا افتكرت صفر فطلع رقم 10 موجود في الملعب، فده رقم 1 هشاشه ورقم 10 ديدر اللي كان في الملعب. 4 الاهلي 3 سبوار الكونغولي، والارسال محمد عبد المحسن، يلا يا محسن. محمد هيلعب ارسال من اعلى،
استقبال استعداد ومحاولة من نادي الأهلي لزيادة الفارق، وجات في إيد أحمد عزب وبيلعبها طالع حائط صد من سبوار وتبقى خارج الملعب ونقطة للنادي الأهلي، النقطة الخامسة أهي أمام حضراتكم أهي، عدها عبد الرحمن الحسيني وطالع أحمد عزب ولعبها جات في إيد لاعب من سبوار وخرجت بره الملعب وتبقى نقطة للنادي الأهلي. عبد المحسن على الإرسال، ضيع الإرسال عبد المحسن عفوا، رقم 5 على الإرسال من سبوار الكونغولي دانيال، دانيال هيلعب إرسال من أعلى، استقبال النادي الأهلي وبيعديها كده أحمد عزب من فوق حائط الصد كده ليسنج وبيجيب بيها النقطة رقم 6. 6 الأهلي 4 سبوار الكونغولي، مرة تانية اهو هو لعبها اهو فوق حائط الصد أحمد عزب 42. الإرسال مع النادي الأهلي سيف عابد، سيف حسن هيلعب إرسال من أعلى، إرسال قوي بيجي في الشبكة، هو في إيه يا جماعة؟ تاني أو إرسال يضيع ليه كده؟ 5 سبوار الكونغولي 6 النادي الأهلي، والإرسال مع رقم 4 دانيال، رقم 6 سوري تيجر، هيلعب إرسال استقبال عبد الحسيني أحمد عزب سيف عابد سوري وضربة ساحقة من ولكن خارج الملعب شايل الكورة اهي خارج الملعب ونقطة للنادي الأهلي، حسبها للنادي الأهلي طبعا المفروض 7 للأهلي 5 سبور الكونغولي. أحمد عزب على الإرسال رقم 22 بيلعب إرسال من أعلى استقبال إعداد ضربة ساحقة ومحاولة ولكن تيجي في حائط الصد من سام يوسف تبقى خارج الملعب. والنقطة السادسة، واضح ان سبوار الكونغولي عاوز يمشي لهذا الفارق ولكن طبعا لازم نخلي بالنا من الشطار اهي خارج نقطة، دي نقطة 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 لسبوار الكونغولي، نقطة التعادل، إرسال قوي استقبال على الحسيني وعبراء حسام ضربة ساحقة والنقطة تمنى للنادي الأهلي، 8 الأهلي 7 سبوار الكونغولي. أهو طالع حسام بيعد للحسيني عبد الرحمن الحسيني ويجيب منها نقطة، النقطة التامة. إرسال من النادي الأهلي عبد الحليم عبو ومحاولة ولكن في كده إصرار من فريق السبوار الكونغولي عايز يمشي نقطة نقطة اهو تعادل اهو 8-8. لازم نخلي بالنا ونغطي على حائط الصد وعلى الضارب يا جماعة، يلا احنا أحسن وأفضل. إرسال ضايع من فريق السبوار الكونغولي والنقطة التاسعة للنادي الأهلي. تعليمات اهو من فرناندو وهو على الخط، حسام يوسف على الارسال رقم 12، يلا يا حسام ارسال ضربه ساحقه ومحاوله وفي حائط صد من النادي الاهلي على الكره دي ولكن ما لحقوش الكره، كره خارج الملعب ونقطه بيحاول عليها احمد عزب ولكن هي جت في لوحه الاعلانات تبقى خارج الملعب والنقطه التاسعه لفريق سبوار الكونغولي. سبوار الكونغولي التعادل، هو زي ما انا قلت لحضراتكم واضح ان هو الشوط ده عاوز ولكن اهو الكوره دي خارج الملعب من محمد عبد المحسن، يلا ما نديهمش الفرصه يا اولاد. 9 الاهلي 10 سبوار الكونغولي والارسال مع سبوار حسام يوسف وضربه ساحقه من سيف عابد بتيجي في حائط الصد ونقطه التعادل للنادي الاهلي 10-10. والإرسال مع الحسيني استقبال حول مرة تانية وحائط صد
في دفاع عن الملعب هو على حائط الصد. سيف عابد بيشوط جت خارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي. نقطه للاهلي ولا نقطه للكونغو؟ هي مفروض جت في لاعب وخرجت بره فهو حسبها اهي مع بعض هنشوفها اهي اهي ادي شاطها سيف حسن عابد كت وحسبها انها جت في الشبكه وخرجت يعني ما عدتش الشبكه او ما جتش في ايد حد من بتوع الكونغو. 11 سبور الكونغولي 10 الاهلي على الارسال رقم واحد هشاشه هيلعب ارسال من اعلى استقبال وسام يوسف احمد عزب بيعدي الكره بليسنج ولكن لحقها لاعب الكونغو ومره ثانيه حائط صد ناجح احمد عزب محمد عبد المحسن ونقطه التعادل 11 11 11 11. يلا يا شباب نفرق شويه ناخد الشوط ده والارسال مع محمد عبد المحسن رقم 16. محمد بيلعب ارسال من اعلى استقبال خارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي. نقطه 12 الاهلي. محمد عبد المحسن كلاكيت تاني مره على الارسال. يلا محاوله مره تانيه اهي استقبال اعداد وضربة ساحقة خارج الملعب خارج الملعب ونقطة للنادي الأهلي النقطة 13. نبدأ بقى نفرق نزيد الفارق لصالحنا وطلب وقت مستقطع المكيدة المدير الفني لفريق سبار الكونغولي وبيطلب وقت مستقطع وحاوله أدي بعد النقاط خلال 30 ثانية اللي هي وقت مستقطع وهي خارج الملعب آخر نقطة دي كانت خارج الملعب. وقت مستقطع كل مدير فني بيدي تعليماته بيحاول يقول كل مدير فني يشوف تعليماته يشوف الاخطاء اللي وقع فيها لاعبته عشان يصحح عشان يعدل نتيجته. الاهلي 12 وسبوهر الكونغولي 11 والارسال مع محمد عبد المحسن ارسال من اعلى استقبال وحش كده اعداد ومحاولة ودفاع عن الملعب للنادي الاهلي وقعد صد يا راجل معلش المرة دي نقطة التعادل 13 12 12. والارسال مع رقم واحد من عندهم هشاشة ضربة ساحقة من احمد عزب يا ولد يا احمد يا عزب 12 13 12 ده مستقبل جيد اكيد هيكون اللعيبه دي كلها ان شاء الله هيكون لها مستقبل في النادي الاهلي ومنتخب مصر. عبد الرحمن الحسيني احمد عزب الشرباجي محمد عصران عبد الرحمن كل اللعيبه دي هتبقى لها مستقبل جيد باذن الله ومتميز في الكره الطايره رجال. النقطه نقطه التعادل والارسال الضايع ادي احمد صلاح وعبد الله عبد السلام التوأم دائما او بنقول عليهم التوأم او بنقول عليهم الثنائي المتواجد دائما في كل حته منتخب مصر. هم اعتذروا اللعب دولي هم الاثنين وبيلعبوا مع النادي الاهلي دولي عادي مفيش مشاكل. الارسال مع النادي الاهلي 14 الاهلي احمد عزب على الارسال رقم 22 هيلعب ارسال من اعلى ارسال ومحاولة من النادي الاهلي وعايز طبعا يتفوق محاولة عبد الحسيني سيف عابد الحسيني عليه ارسال على ضربة ساحقة ومحاولة وما يحققهاش اللاعب رقم 10 من نادي سبار الكونغولي ديدر وبتيجي النقطة رقم 15 للنادي الاهلي. اهي ما لحقش الكورة 15 الاهلي 13 وعلى الارسال خارج الملعب الارسال ونقطه لنادي سبار الكونغولي 14 15 وعلى الارسال رقم 10 ديدر
هيلعب ارسال من اعلى، محاوله من النادي الاهلي، حسام يوسف والحسيني يا ولد يا ولد يا حسيني، بيجيب النقطه 16 ويتقدم 16، الاهلي 16 14 ل محاوله مره ثانيه من النادي الاهلي، ارسال استقبال ضربه صحيحه وحائط صد ناجح، عبد المحسن والحسيني يا ولد، وبيجيب النقطة 17. اهي اهي امام حضراتكم اهي. استقبال وحش طبعا والنقطة تروح للنادي الاهلي، النقطة 18 خلاص بقى فرقنا 4 نقاط. توقف المستقطع طلبه اكيد المدير الفني لفريق اسبار الكونغولي. والنتيجة 18-14. من ضمن الفرق اللي اتأهلت لدور الثمانية مولودية بوسالم التونسي لدور الثمانية، فاز على جريم بافالوز الزامبي نتأهل لدور الثمانية، وبرضه فريق أمل البليدة الجزائري برضه تأهل لدور الستاشر، فاز على جرين تيم الكونغولي تأهل لدور الثمانية أيضا. هذه الإرسال مع عبد الحليم عبو، 19 الأهلي 14 سبور الكونغولي، مباراة الكرة الطايرة اللي لسه جاي أمام شاشة النادي الأهلي، وضربة ساحقة لحاسيف عابد وبيجيب النقطة النقطة 20 الأهلي، سبار الكونغولي 14. والإرسال مع النادي الأهلي، عبد الحليم عبو إرسال استقبال ومضاربة ساحقة، حائط صد طالع، تغطية على حائط الصد من عزة أحمد عزب، بيحاول يعدي الكرة ولكن خارج الملعب، يعني هو الراجل راح عليها الحسيني ولكن ما قدرش يجيبها، يبقى النقطة 15 أهو. بص أهي خلي بالنا أهي، جري عليها حسيني ولكن هي جت بره ولعبها بإيده كده أي كلام، والنقطة على النادي الأهلي. الأهلي 20 15 سبار الكونغولي، و8 على الإرسال سلافة. مستني الكورة لاعب فريق سبار الكونغولي. ارسال استقبال وحش من احمد عزب، معلش مش واخد باله ممكن او ما خدش خطوات الاقتراب الجيده. وقت مستقطع طلب النادي الاهلي فرناندو بنتيز، يعني طالب وقت مستقطع طبعا شايف النتيجه ممكن تقرب، ولكن اهو تعليماته صريحه واضحه اهو لاحمد عزب عشان الكرات، وزعلان منه طبعا. بص ادي النبره وادي شكله. وانتهى الوقت المتوقع اللي كان طالبه النادي الاهلي المدير الفني الاسباني فرناندو بنتيز، و 20 الاهلي 16 سبوار كونغولي، وعلى ارسال سبوار رقم 8 سلافا. يلعب ارسال من اعلى، استقبال حاول مرة تانية حسام يوسف، وضربة ساحقة من سيف عبد بتيجي في حائط الصد يا ولد، وبيجيب النقطة 21. 21 الأهلي 16 سبار الكونغولي. والإرسال مع النادي الأهلي 21، ورايح عبد الله عبد السلام أهو اللي نزل مكان حسام يوسف طبعا معد الفريق، لما كانت الكاميرا مش موجوده على النادي الاهلي اهو. عبد الله عبد السلام استقبال اعداد، ومحاوله مره ثانيه وضربه ساحقه وحائط صد محمد عبد المحسن وسيف عابد، وبيجيب النقطه 22. 22 الاهلي 16 لفريق سبار الكونغولي اهو، حائط صد ناجح.
محاولة مرة تانية من الأهلي طبعا عايز يفوز بهذا الشوط. ادي الحسيني بيلعب الكرة مرة تانية، اعداد وبتيجي في الشبكة، والنقطة 23 للنادي الأهلي. يلا يا رجالة 23 الأهلي 16 اسبوار الكونغولي. طبعا نقطتين وينتهي هذا الشوط لصالح النادي الأهلي، يبقى النتيجة 2 لا شيء. الشوط الأولاني 25-12، الشوط الثاني ودي ايه سهيب من عبد الله عبد السلام، النقطة 24. عبد الله كده نازل يسخن عليه، يعني يسخن بالارسالات بتاعته الايسات اللي بيجيبها. يلا يا عبد الله الفتى الاسمر، لاعب من الطراز الفريد عبد الله عبد السلام، لعب في النادي الاهلي واحترف في ايطاليا واحترف بره وخارج الملعب، والنقطه 25 ويفوز النادي الاهلي بالشوط 25-16 الشوط الثاني، والنتائج الاشواط 2 الاهلي لا شيء اسبوار الكونغولي، و التقدم للنادي الاهلي في الشوط الاول 25-12 الشوط الثاني 25-16 راح ما بين الشوطين الثاني والثالث. ونعود لحضراتكم مره ثانيه لمتابعه مباراه الكره الطايره بين فريقي النادي الاهلي واسبار الكونغولي في دور ال 16 للبطوله الافريقيه للكره الطايره للرجال. مع حضراتكم في الشوط الثالث لمباراة النادي الأهلي واسبار الكونغولي في الكرة الطايرة للرجال. على ايدك الشمال النادي الأهلي بزيه الأحمر، وعلى ايدك اليمين فريق اسبار الكونغولي بزيه أمام حضراتكم اللي هو أبيض في كحلي، والحكم الدولي اللي من زامبيا مشاشة، وبيعاونه الحكم الدولي من كوت ديفوار. أقول لحضراتكم ارسال من النادي اسبوع الكونغولي واعداد، ومرة تانية محاولة من النادي النادي الاهلي. عبد الله عبد السلام، حسن عابد، شريف عابد، ومحاوله مره ثانيه ولعبها بايديه الاثنين احمد عبد الرحمن الحسيني، وضربه ساحقه ومحاوله من احمد عزب، ولكن تنزل ملعب النادي الاهلي، والنقطه الاولى لاسبوار الكونغولي والتقدم لاسبوار الكونغولي 1 الاهلي لا شيء. ده هذا هو اللقاء
في دور ال 16 النادي الاهلي صعد لدور ال 16 قلنا بعد فوزه على فرق مجموعته كلها بنتيجة 1-3-0. وادي مشاشه اللي هو الحكم الزامبي هو اللي بيدير هذا اللقاء وبيعاونه كريمو من كوت ديفوار وانجي سمير مسجل من مصر وايمن الذهبي رئيس لجنه الحكام بيراقب هذا اللقاء ومعاه طبعا بطوق افريقيا الدكتور فؤاد عبد السلام المدير التنفيذي للاتحاد الافريقي لجنه الاحتكام وجواد براده رئيس لجنه الحكام برضه لجنه الاحتكام في ترابيزه لجنه الاحتكام. مره ثانيه مع حضراتكم في الشوط الثالث والتعادل 1-1 استقبال من النادي الاهلي ومحاوله مره ثانيه من فريق سبار الكرغوني رجلي لاعب رقم 5 جت في رجل سيف حسن عابد اهو امام حضراتكم وهو بيلعب وهو نازل تقدم الاهلاوي 2-1 لسبوار وارسال ايس من عبد الله عبد السلام عبد الله اهو مبسوط طبعا انه جاب ايس وراجل طبعا لاعب مخضرم ولاعب خبره كان محترف قاره ومحترف عبد الله على الارسال استقبال مره ثانيه اعداد محاوله من النادي الاهلي والنقطه الثالثه تقدم الاهلاوي 3 في وقت مع حضراتكم وعبد الله عبد السلام على الارسال لاعب رقم 2 لاعب النادي الاهلي ومعد النادي الاهلي الرئيسي 4 الاهلي 1 لا شيء 1 سبار الكونغولي والنقطه الخامسه يا ولد يا عبد الله الفتى الاسمر لاعب النادي الاهلي عبد الله عبد السلام 5 الاهلي 1 سبار الكونغولي والشوط الثالث مع حضراتكم اللي لسه جاي امام شاشات النادي الاهلي شاشه قناه النادي الاهلي مباراه الكره الطايره في دور ال 16 بين فريقي الاهلي على ايدك اليسار بزيه الاحمر وامامك على ايدك اليمين فريق سبار الكونغولي بزيه الابيض والازرق والاهلي متقدم 6-1 سبار الكونغولي وعبد الله عبد السلام الفتى الاسمر على الارسال يلعب ارسال قوي يجيب منه اس على طول لكن دي خارج الملعب يا عبد الله معلش 6 الاهلي 2 سبار الكونغولي والارسال مع سبار رقم 1 على الارسال من هشاشة ارسال من اعلى استقبال عبد الله بيعد خلفي هناك رقم 8 يا عبد الحمران الحسيني وبتيجي نقطه للنادي الاهلي بيعمل عليها كده دايفنج اهو راح لاعب سبار اهو بيجري عليها عشان يلحقها وعمل على دايفنج ولكن ما لحقهاش وخرجت بره الملعب ونقطه للنادي الاهلي النقطه السبعه 7 الاهلي 2 سبار الكونغولي وعلى الارسال عبد الرحمن الحسيني الحسيني على الارسال استقبال سبار ولكن خطا كده بيلعب الكره في الشبكه ونقطه للنادي الاهلي النقطه الثامنه 8 الاهلي 2 سبار الكونغولي اهو ضربه ساحقه ومحاوله ولكن بتيجي في الشبكه اهي بص طالع ضرب جت في الشبكه ورجعت ملعب سبار ونقطه للنادي الاهلي ارسال من عبد الرحمن الحسيني الاهلي مره ثانيه خارج الملعب ونقطه تاتش هنا حسبنا تاتش بلوك لفريق سبار الكونغولي 3 سبار 8 الاهلي الشوط ده مختلف عن الشوط اللي فات طبعا الشوط اللي فات كان السبار مشي نقطه نقطه لحد النقطه 12 وقدر يفرق النادي الاهلي وزاد لحد ما خلص الشوط الثاني 25-16 اعداد عبد الله عبد السلام وبيضرب حسيف عابد وبيجيب نقطه كده من مركز 2 النقطه التاسعه 9 الاهلي 3 سبار الكونغولي
وعلى الارسال محمد عبد المحسن بيشاور هشاشه حكم الزامبي الحكم الاول اهو طالع سيف حسن عابد في الاعاده اهو امام حضراتكم. محمد عبد المحسن يلعب تاني مره تانيه وضربه ساحقه ومحاوله دفاع ولكن خطا هنا ونقطه لنادي سبارت كونغولي النقطه الرابعه. نخلي بالنا كده دبل سكور 8 الاهلي 4 لفريق سبارت كونغولي. احمد عزب عمل دايفنج لكن ما لحقش الكوره و8 على 6 على الارسال من فريق سبار تايجر هيلعب ارسال من اعلى رقم 6 استقبال الاهلي امام حضراتكم استقبال عبد الرحمن حسيني عبد الله بيلعب لاحمد عزب وبيجيب النقطه التاسعه ضربه ساحقه نزل طبعا ليبرو الفريق اللي هو ويندر المحترف الكوبي رقم 11 اهو امام حضراتكم ضربه ساحقه وفي من احمد عزب ويجيب النقطه العشره سيف عابد على الارسال سيف بيلعب ارسال قوي خارج الملعب يا سيف لعبت قوي قوي خمسه سبار كونغولي 10 الاهلي الارسال مع سبار استقبال ومحاوله يا رجاله يا رجاله خلي بالنا الارسالات ونخلي بالنا 6 سبار كونغولي 10 الاهلي 10 على الارسال من سبار ليدر دي تيجي في الشبكه والنقطه 11 للنادي الاهلي 11 الاهلي 6 سبار الكونغولي الارسال مع احمد عزب الشرباجي يلا يا احمد استقبال ومحاوله مره ثانيه من سبار وفي كده دفاع عن الملعب ويندر عبد الله يا ولد حلوه حلوه يا عبد الرحمن يا حسين حلوه يا عبد الرحمن اعداد قوي في مكانه وبيجيب النقطه ال 12 دبل سكور 12 اهو احمد عزب بياخد خطوات الارتقاء بتاعه الارسال بياخد النفس وهيلعب ارسال قوي احمد عزب ضيع الارسال معلش هارد لك الارسال مع نادي سبوار الكونغولي على الارسال رقم 8 سلافه الحكم الثاني بيشاور الحكم الاول تمام اعتقد كان في حاجه معينه في ارضيه الملعب بيشاور اهو سلافه هيلعب ارسال بياخد النفس 7 سبار الكونغولي 12 الاهلي ضربه ارسال واعداد وضربه ساحقه من منع الحسيني لعبها كده بحنيه ولكن جت في حائط الصد ونزلت ملعب سبار الكونغولي ونقطه للنادي الاهلي اهو طالع وضارب ويعني جت في لاعب وخرجت يبقى نقطه للنادي الاهلي النقطه 13 13 الاهلي 7 سبار الكونغولي مره ثانيه ومحاوله من عبد الله عبد السلام يلا يا عبد الرحمن نقطه 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 يا جماعه جابها كده ولعبها في الحته الفاضيه واديله القاضيه زي ما بيقولوا اهو طالع وضارب لعب الكوره بص مكان فاضي جدا والنقطه 14 في تغيير اعتقد تم مش عارف بقى للاهلي ولا لا وقت مستقطع طلبوا اكيد المدير الفني مكيده للمدير الفني للسبوار الكونغولي و14 الاهلي 7 سبوار اهو المدير الفني اهو ادي فريق سبوار الكونغولي طبعا هم ما عندهمش اللي هم اللعيبه دول اعتقد يعني بيلعبوا بيهم ويمكن في اثنين بره كمان هم 10 لعيبه كلهم طبعا في 6 في الارض الملعب و4 في عبد الحليم عبو 14 الاهلي 7 سبار الكونغولي يلعب من اعلى استقبال محاوله مره ثانيه وضربه ساحقه وحائط صد ناجح عبد الله عبد السلام ومحمد عبد المحسن اطول اثنين في الملعب اهو بص طالعين ازاي بص خدوا الارتقاء وقابلوا مع بعض وطلعوا والكوره حائط صد ناجح للنادي الاهلي 15 الاهلي 7 سبار الكونغولي
محاولة مرة تانية اهو، ضربة ساحقة واستقبال من النادي الاهلي. عبد الحليم عيب وسابها ليه عبد الله عبد السلام، وبيعدي الحسيني مرة تانية، هتصدي بقى طالع اهو، بينقذ عبد الله عبد السلام، وبتيجي في لاعب من اسبوار، والنقطة 16. 16 الاهلي، اسبوار الكونغولي 7. والشوط الثالث، الاهلي متقدم في الشوطين الاول والثاني، الاول 25-12 والثاني 25-16، والنقطة 16 للنادي الاهلي، 16-7. مرة تانية اهو، حاط الصد، الشوط ده حاط الصد، عامل شغل كويس جدا محمد عبد المحسن وعبد الله عبد السلام. وادي مرة تانية عبد الرحمن الحسيني بيلعب الكورة ببليسنج كده سهلة، ويجيب منها النقطة 17، فارق 10 نقاط لصالح النادي الاهلي. تمام حضراتكم في الإعادة أهو، أهو طلع عبد الرحمن الحسيني برضه، لماح عبد الرحمن ولعبها في مكان فاضي. الإرسال مع عبد الحليم عبو رقم 3 النادي الأهلي، استقبال وحش طبعا، ومحاولة مرة تانية عبد الحليم، وضربة ساحقة من محمد عبد المحسن رقم 16 أهو، لو شفناها في الإعادة عبد الله، وبعدين طلع محمد عبد المحسن وضربها ضربه ساحقه قويه ويجيب منها النقطه 18. قلنا الضرب السريع اللي اتلعب في هذا اللقاء من مركز 2 ومركز 3 ومركز 4 من ضمن اسباب نجاح او فوز النادي الاهلي النهارده، الضرب السريع حليم عبو محمد عبد المحسن، وكان موجودين كلهم، والضرب الخلفي طبعا لاحمد عزب الشباجي وعبد الرحمن الحسيني، وطبعا على الشبكه دايما مهاجمين منهم احمد عزب برضه تاني وعبد الرحمن حسيني وسيف عبد، حائط صد كده خارج الملعب، والنقطه 19 للنادي الاهلي. وادي محمد رمضان ليبرو الفريق اهو نزل مكانه، ويندر هم بيغيروا مع بعض عشان المدير الفني بيخليهم يغيروا عشان اللاعب ما يحسش بالملل، ده كويس، ده طبعا تفكير كويس ان هو يشرك بعض او جزء من اللعيبه اللي في الاختيار. استقبال النادي الاهلي ومحاولة مرة تانية من سيف عامل، وتيجي في حائط الصد خارج الملعب، والنقطة 20. الأهلي 20، 8 لسبار الكونغولي. وعبد الله عبد السلام على الإرسال، الأهلي اقترب من الفوز بهذا اللقاء والتأهل إلى دور الثمانية. طبعا كل ما نصعد سلمة ونتأهل للدور اللي بعديه بتبقى العملية صعبة شوية. وأدي النقطة لسبار الكونغولي، ضربة ساحقة أهي هنشوفها حضراتكم في الإعادة اهو، طالع اعداد خلفي وضارب خلفي اهو راخر واتضرب وجت في عدت محطة الصد وجت نقطه لسبار. 9 سبار الكونغولي، 20 النادي الاهلي. اهو ارسال من اعلى مع الوزن مره ثانيه خارج الملعب، والنقطه 21. الاهلي 21، 9 لسبار الكونغولي، سبور او سبار الكونغولي يعني، هو الترجمه دايما بتبقى بتختلف من شخص لشخص في النطق يعني. ارسال من النادي الاهلي عبد الرحمن الحسيني، وضربه قويه ومعداد مره ثانيه وحائط صد، ولكن تيجي في حائط الصد تبقى خارج الملعب وتاتش بلوك، والنقطه 10 لسبوار الكونغولي. ولكن ويعني السبوار الكونغولي بيقدر يجاري في بعض الاوقات، ولكن الاهلي طبعا احسن فنيا ومهنيا وبدنيا وخططيا كمان بادائه للمهارات في المباراة. عبد الله عبد السلام وضربة ساحقة من محمد عبد المحسن، يا ولد يا ولد يا عبد المحسن، بيضرب وبيجيب النقطة 22. قلت لكم الضرب السريع كان ليه دور، اهو ضرب سريع اهو، بص لعب وضرب وعدلوا الكرة في مكان يعني، شاطها محمد عبد المحسن كده في مكان يعني مكان فاضي. محاولة مرة تانية والإعداد طبعا شكله وحش، أو الضارب ما طلعش مع المعد، والنتيجة التقدم 23 للنادي الأهلي 10 أهي أمام حضراتكم، 10 لسبوار الكونغولي. ومحمد عبد المحسن على إرسال رقم 16، يا ولد يا ولد، نقطة جميلة جميلة جدا. 24 الأهلي 10 سبوار الكونغولي. والشوط الثالث مباراة الكرة الطايرة نقطة، ويتأهل النادي الأهلي إلى دور الثمانية. طبعا الأهلي ملك البطولات، واخد 15 بطولة أفريقيا، واخد 8 عرب، واخد 34 دوري مصري، واخد 21 كأس مصر،
يعني 85 بطوله وضربه ساحقه حائط صد خارج الملعب يا جماعه نقطه 11 لسبارك انغولي وبطوله الافرو اوروبيه اللي كانت في هولندا ومصر واللي كانت في اوروبا الافرو اوروبيه اقصد والاهلي فاز بيها والاهلي راح كاس العالم ثلاث مرات في الانديه كاس العالم الانديه وادي ضرب يا ولد يا عزم ولعبها كده حتى كده من بتوع السيما وحائط صد ونقطه لسبوار كونغولي يا جماعه نخلي بالنا بقى يعني مش عايزين نزود الفارق يعني مش عايزين نخلي الفارق يقل عن كده كده 13 نقطه كويس قوي 24 11 ولا 12 12 24 12 الاهلي 24 12 سبارك كونغولي مباراة الكرة الطائرة خارج الملعب والنقطة 25 وينتهي هذا اللقاء لصالح النادي الأهلي 25-12 الشوط الثالث فاز النادي الأهلي وتأهل إلى دور الثمانية 25 استفاز بالشوط الأول على سبارك كونغولي 25-12 الشوط الثاني 25-16 الشوط الثالث 25-12 وإلى اللقاء في مباريات أخرى ومع دور الثمانية للنادي الأهلي والأمنيات الطيبة لفريق النادي الأهلي وألف مبروك للنادي الأهلي وجهازه الفني كل الأمنيات الطيبة وتحياتي لمحدثكم دكتور مروان صالح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والميكروفون إلى الزميل هيثم السعيد وضيوفه الكرام الكابتن محمد كتات وأنا مش عارف مين موجود كابتن كريم أعتقد كريم جمعة موجود وإلى اللقاء في المباريات أخرى إن شاء الله.